احنا يعني متعودين انه كل itis هو inflammation، لكنه هذا هو بالحقيقة non-inflammatory condition، اسمه osteoarthritis لكنه هو مو inflammatory، يعني الinflammation يلعب دور جدا بسيط فيه. osteoarthritis نختصر احيانا OA نسميه، اللي هو السوفان اللي اهلنا يعني كل شوية من عندهم يعانون من عنده او سامعين بيه كل شوية، اسمه السوفان. It is the most common form of arthritis. مدام هو age related وهو degenerative disorder، فمعناها أنه هو أكيد يعني كلش prevalent بال society. It is a major cause of pain and disability in elderly. يعني يسبب لهم آلام و functional limitation. فمنطقيا باعتبار هو سوفان اسمه أو degenerative disease، فهو the prevalence will increase with age. إذا نعرف شنو دا يصير بالضبط، ليش دا يصير عند ناس osteoarthritis أو الكبار ليش دا يصير عندهم osteoarthritis، كلش هواية أكو بحوث ودراسات حتى يعرفون شنو السبب وشنو الميكانيزم اللي دا يصير بيها osteoarthritis. هي complex process، ما نقدر يعني بكلمة أو جملة واحدة نختصرها. تلعب بيها genetic and environmental risk factors. شلون عرفوا؟ لأنه أكو ناس يصير عندهم typical يعني osteoarthritis لكنه هم كلش young، أطفال ممكن يصير عندهم osteoarthritis، ممكن ناس كلش young وathletes يصير عندهم osteoarthritis، ممكن certain diseases هي inflammatory diseases ممكن تنتهي من يروح الانفلاميشن وشي يبقى أكو دامج، وهذا الدامج بعدين يتحول إلى chronic osteoarthritis. فمن هذا اكتشفوا أنه أكو يعني استنتجوا أنه أكو هواية genetic and environmental risk factors. There is a familial inheritance، فالنوع من osteoarthritis هو أكو بيه familial inheritance خاصة بالfemales، يبدي at young age وبعدين ينتهي بنودل osteoarthritis. There are other causes هسه راح نمر عليها بالجدول، but all share similar features. أنه شنو نلقي بالpathology؟ There is degeneration of the articular cartilage. إذا المين pathology وين تبدي؟ بالسوفان. تعرفون يعني يقولون الغضروف يعرفون الشياب، فهو degeneration of the articular cartilage، إنه تبدي المشكلة بالcartilage. There is fissuring on the cartilage surface. أول ما يتحمل تروما الخلايا مالته تبدي ما تقدر تسوي المواد اللي تخلي الكارتليج يتحمل الصدمات، اللي هي الكوندروتين سلفيت والهايلورونيك أسيد، يعني أكو ديفكت بتصنيعها داخل الخلايا، فالنتيجة أنه الكارتليج يصير less able to withhold pressure، فالنتيجة أنه هو راح يصير بيه degradation and degeneration، فراح يصير أكو بيه micro fissures on the surface and deep vertical clefts. فبهاي المنطقة راح يصير بيها localize chondrocyte death and decrease thickness of the cartilage، لأنه دي ينضغط بسبب pressure overload فيقل thickness مالته أيضا. أول ما تبدي هاي المسألة راح تبدي focal only at the site of maximum pressure أو bearing area، then larger parts are damaged، بعدين ينتقل إلى أماكن أخرى، لكن تبقى هاي المنطقة دائما affected أكثر من غيرها إذا كان الكوز هو ويت. إذا السبب هو الويت بيرينج فقط راح يكون أكو أسيمتري بالمكان داخل الجوينت، يعني مثلاً بني الميديال أسبكت يكون انفكتد مور ذان ذا لاترال أسبكت حتى إذا اثنيناتهم انفولد. هذا عادة وين يصير؟ يصير به الناشرال بروسيس اللي هو بسبب الويت بيرينج، بسبب الـ مثلاً واحد أوبيس كلش وكبير بالعمر. لكن لو نلقي السبب أنه يكون inflammatory مثلاً بسبب الروماتويد أرثرايتس، فإنه الانفلاميشن راح يأثر على الكارتليج في جميع أجزاء المفصل، فنلقي أنه الميديال and lateral aspects of the knee are affected equally. طبعاً ورا ما الكارتليج يبدي يتأذى ويقلل thickness مالته، الإفكت راح ينتقل للبون. The subchondral bone is also affected. Subchondral معناها البون اللي صاير تحت الكارتليج. البون ده تتخيلوه مضغوط فتشي ده تضغطوه حيل، شو راح يصير بيه؟ راح ينضغط سوى، فبالضغط راح يصير سكليروتيك. وطبعا من البون يحس انه اكو بريشر عليه
راح شي يسوي؟ يحاول يصنع بون أكثر. تتذكرون قلنا بمحاضرة الأوستيوبروسيس أنه الـ أنه الإيموبيليتي أو الواحد اللي ما يسوي تمارين أو عنده مصل ويستينج يكون عنده يعني أوستيوبروسيس ويضعف العظم عنده. قلنا أنه شد العضلة على العظم يقوي، فلهذا السبب قلنا أنه التمارين نسوي ويت بيرينج إكسرسايز حتى تشد العضلة على العظم. العظم من يحس أكو شد عليه يبدي يكون عظم أكثر، فهنا أيضا العظم دا يحس أكو ضغط عليه، فالنتيجة إيش راح يسوي؟ راح يكون عظم أكثر. هذا إيش راح يصير؟ راح يصير سكليروسيس. وطبعا أكو العظم راح يكون أكو داخله من فراغات راح يصير، فيصير أكو سيست will develop. وشي يصير؟ يصير أطراف الجوينت مارجن there will be fibrocartilage formation. وإحنا نعرف أنه fibrocartilage هذا مو مثل hyaline cartilage it can ossify، فالنتيجة أنه it will ossify producing osteophytes. Osteophytes اللي هي نتوءات أو new bone formation at the periphery of the joint. البون طبعا في حالة dynamic process فيصير أكو bone remodeling along with cartilage thinning will slowly change the shape of the joint. فممكن نشوفه swollen بس هو bony swelling. It will become enlarged to try to spread the mechanical load on larger surface area. إذا نشوف الصورة هنا توضح لنا هاي الفقرة اللي قلنا عليها أنه هنا تشوفون شون أكو big clefts within the cartilage والcartilage الطبقة مالته صايرة thin. وهنا أيضا هذه local area of necrosis بالcartilage. وإذا نشوف هنا الاكس راي ايش راح نشوف بيها؟ راح نشوف انه هذا اكو تثخم بالعظم هنا وتثخم بالعظم هنا، واكو هاي الاريا هاي اوستيوفايت اللي هي نيو بون فورميشن، هذه بدايه اوسيفيكيشن هنا بعدها شفافه، وهنا اكو سيست صغير. فاذا هذه بالاضافه الى انه اكو طبعا ناروينج بالجوينت سبيس، هذه مو اي احد يقدر يحددها انه ناروينج، لازم يعني اكسبيرينس عاده راديولوجيست يعرف انه اكو ناروينج لما يكون قليل. هل الساينوفيوم يتأثر بالأوستيوارثرايتس؟ نعم الساينوفيوم راح يتأثر. الساينوفيوم راح يحاول يشيل هذا الجهد، يخفف الجهد عن الجوينت، يحاول انه يحافظ على الستابيليتي، فالنتيجه راح يصير بيه هايبربلاستيك تشينجز. سام انفلاماتوري تشينجز ماي اكر، يعني هو مو للتالي، مثل ما قلنا الانفلاميشن موجوده لكنه تلعب دور جدا ضئيل. أنه some inflammatory changes may occur بس أكيد ما توصل للدرجة مات الانفلاماتوري arthritis. The outer layer of the synovium will become thick to stabilize the joint مثل ما قلنا. ليش هي تصير stabilize the joint؟ لأنه the surrounding muscles عادة تكون weak بسبب ال pain، أنه واحد يصير عنده disuse atrophy فالmuscles تصير weak فالjoint يصير يعني disability أو خلينا نقول يصير loss of stabilization، فهو السينوفيوم يحاول يعوض على هذا الشيء فيصير بي ثيكنينج. هنا قلنا انه اكو عندنا سكندري اوستيوارثرايتس واكو ريسك فاكتورز فور اوستيوارثرايتس. هنا ملخصة بهذا الجدول اللي هو نفس الريسك فاكتورز نفس الكوزز اوف سكندري اوستيوارثرايتس. اكو عندنا جينيتيك مثل ما قلنا هي جينيتيك وانفايرمنتال. جينيتيك ريسك فاكتورز اكو عندنا السكليتال ديسبلاجيز يعني اللي عندهم الأكوندروبليجيا وجماعتها يعني ذول الأقزام مثلا، هذول يصير عندهم early onset osteoarthritis. وأكو polygenic inheritance اللي جو بالجين analysis بالosteoarthritis. أكو عندنا developmental abnormalities. developmental هذه اللي تنشأ مشاكل مو من الولادة لكنها تنشأ أثناء development of the person، يعني أثناء مرحلة البلوغ. فشي صار عندنا ماخذيها بالكسور يمكن الـ developmental dysplasia of the hip اللي هو كانوا قبل يسموه الـ CDH بس قاموا يسموه DDH developmental dysplasia of the hip and slipped femoral epiphysis. ما دام احنا لعبنا part of the يعني of the joints راح يصير اكو sequelae في بعض الحالات. Repetitive loading يعني الواحد اللي يعني ده يستهلك المفصل مالته أكثر من الطبيعي، مثلا الفارمر إذا هو دائما مقنبص ودائما يشتغل راح يسوي لود كلش مو طبيعي على الني جوينت مثلا.
الباينرز يجوز يسوون لود كلش مو طبيعي على ركبهم او على ظهرهم. الاليت اثليتس راح يسوون ضغط مو طبيعي على الشولدر مالتهم، ممكن على الني، ممكن على الهيب، ممكن على السباين، حسب نوع الرياضه اللي يمارسوها. اكو عندنا ادفيرس بايوميكانكس، يعني هو المفصل بالحقيقه ما كان اكو بشيء، لكنه احنا سوينا فد شيء بحيث صار altered pressure distribution in the joint. مثلا مو يعني intrinsic problem، وانما فد شيء problem غيرت ال distribution of a pressure inside the joint. مثلا meniscectomy اللي هو ايش راح يصير عندهم؟ راح يصير اكو distribution of weight مختلف بسبب انعدام مثلا المنسكس في مكان من المفصل. ligament rupture، ligament تسوي stabilization، راح يصير بريشر على اماكن معينه اكثر من غيرها. الباجيت ديزيز راح يسوي توسع بالمفصل فيخلي البريشر غير متوازن، ومثل ما قلنا الباجيت ديزيز من يصير اراوند ذا جوينت ممكن ينتهي باوستيوارثرايتس. الاوبيسيتي شوفوا ايش كبراتها مكتوبه وبخط اسود وحدها. التروما ايضا كلش مهمه. الهرمونال مثلا الاستروجين ديفيشنسي اند يوزينج اروماتيز انهيبيتورز، بس الأروماتيز إنهيبيترز سوت لنا أوستيوأرثرايتس وسوت لنا أوستيوبروسيس. ذني نفسهم الأستروجين ديفيشنسي والأروماتيز إنهيبيترز لعبوا دور بهذه الأمراض. الشر راح يجينا المريض اللي عنده أوستيوأرثرايتس. طبعاً الديستريبيوشن مات الأوستيوأرثرايتس هو يختلف، لكنه كمان لي involved areas هي منه هي الهيبس، النيز، الهاند اللي هي البروكسيمال أند ديستال انترفينجيال جوينتس، حتى نفرقها عن عن الروماتويد ارثرايتس اللي does not involve the distal neck and lumbar spine، يعني cervical spine and lumbar spine. الدورسال spine عادة يعني الموبيلتي مالتها كلش قليلة، فما تتعرض لهالدرجة إلى osteoarthritic changes. Two main symptoms عندهم اللي هي pain and functional limitation، اللي هي هذه راح تحدد المانجمنت مالتنا بناء على هذني symptoms الاثنين اللي هي pain and functional restriction. A typical pain of osteoarthritis عدة characteristics. عادة it is insidious of onset over months or years. يعني هذا البرشر مو بين يوم وليلة راح يسوي لنا مشكلة، مثلا بالمريض الأوبيس مو بين يوم وليلة، هو خلال مراحل دي يصير بيها دامج للكارتلج وشوية شوية البين راح يصير بيه development. أكو أيام أسوأ من أيام أخرى، لكنه هو يعني slowly progressive. Variable or intermittent nature over time. مثل ما هسه قلنا أكو أيام زينة أكو أيام مو زينة، حسب تعب نفسه جهد نفسه، استعمل مثلاً تواليت شرقي هاجت عليه ركبته، ما ماشي أموره زينة ما صارت مشكلة، عنده بناء وصعد ونزل درج هاجت عليه ركبته، وهكذا. إذا أكو good days and bad days. Mainly related to movement and weight bearing. مثل ما ذا نحكي هسه يعني weight bearing إنه واحد مثلاً قنبص، فهذا راح يسوي ويت بيرنج اكثر من العاده، راح يهيج على المفصل يبقى له كم يوم هو متوجع، لكنه عاده ريليفد باي ريست. اونلي بريف مورنينج ستيفنس، كلش مهمه هاي النقطه. الاوستيوارثرايتس ما يصير بيها برولونجد مورنينج ستيفنس مثل الانفلاماتوري. الانفلاماتوري هي اللي تطول مورنينج ستيفنس فيها، هذه بريف اقل من ربع ساعه. اند بريف جيلينج افتر ريست، الجيلينج فينومينا اللي قلنا هي عبارة عن اللي أخذوا عملي ويانا الجلد فينومينا. الجلد فينومينا هي عبارة عن short period ما تطول 5 دقائق of stiffness اللي يصير وراء ما هو مثلا قاعد يريد يطلع من سيارة أو قاعد على كرسي فترة، راح يصير عنده هذه الجلد فينومينا. Usually one or a few joints are painful، يعني مو كل المفاصل راح تهيج عليه، هو المفاصل اللي بيها load. كساينز احنا ايش راح نجي من نفحص المريض؟ مثل ما قلنا لوك وفي ريموف. لوك ايش راح نشوف؟ راح نشوف انه اكو سوالينج، ممكن اكو ديفورميتي بالابييرانس مال اكو بوني سوالينج واكو ديفورميتي. ممكن نخلي مثلا الركبه ممكن بوستيرير يكون اكو عندهم بيكر سيست. فيل راح نشوف اذا هو كلش متاذي، ممكن اولافها مثلا شادها راح نشوفها حاره، لكنه عاده التمبرتشر ما هلقد تزيد. و الفيل ايضا فيل فور تندرنس، راح نشوف اكو جوينت لاين تندرنس وممكن اماكن المحيطه ايضا بها تندرنس، وراح نشوف اكو مسل ويستنج طبعا من نفحص. والموف اكو عندنا باسيف واكتيف موفمنتس، اثنيناتهم راح يكون اكو بها الم ويكون
تكون أكو بيها crepitations نسمعها ونحسها بإيدينا همين، نحس أكو فتشي مثل الإيتشوز جوا إيدينا. فإذا أكو restricted movement due to capsular thickening or blocking by osteophyte. راح نحس palpable يعني بإيدينا، sometimes audible يعني طقة تصير، coarse crepitation due to rough articular surfaces. Bony swelling around the joint margins, deformity usually without instability. The instability عادةً تكون يعني feature of inflammatory unless there is a trauma. Unless there is a trauma مسويتنا يعني tear بالligaments. Joint line or periarticular tenderness, muscle weakness and wasting, and there is mild or absent synovitis. يعني أنه ممكن طبعاً أكو effusion نحسه، لكنه ماكو hotness المفروض. طبعاً أكو exceptions لهاي القواعد. شنو سبب البين مالت الأوسيوارثرايتس؟ داخل وحارة ويريدون يعرفون سبب الألم حتى يقول علاج. هو السبب أنن بس أكو ممكن contributors لهذا الألم. أولاً البون sensitive to pain، طبعاً الكارتليج ما بي nerve endings، الكارتليج ما عنده إحساس، فعادة ما يصير أكو ألم يعني لما يصير هذا الفشرن كله. من هو اللي كلش حساس؟ السبكونترال بون كلش sensitive to pain، فلما أكو بريشر عليه راح يصير أكو pain، وخاصة night pain. إذا واحد متعب روحه بذاك اليوم ممكن يصير عنده night pain حتى بالأوستيوارثرايتس. المايكرو فراكتشرز within the subchondral bone ممكن أيضا تسوينا pain. الكابسول أيضا sensitive to pain، يعني بيها nerve endings، فإذا بيها distension فراح تسوينا يعني مثلا صار effusion أو صار أو bony swelling تسوي بريشر عليها راح يصير أكو pain. ممكن أكو low grade synovitis اللي حكينا عليها ممكن contribute to pain، وممكن أكو فت فقرة كلش مهمة لازم ننتبه عليها أنا والبين يجوز ديو مو ديو للأوسيوارثرايتس نفسها، وإنما ديو تو أسوشيتد برسايتس أو تندنايتس، وممكن يعني نعالجه وببساطة يختفي الألم. إذن الإكسامينيشن كلش مهم بالمريض حتى لو عدى OA، مو نقول والله إحنا نعرف عدى سوفان وها هي، لأنه فحصة إذا لقينا عدى برسايتس أو تندنايتس ممكن بسيمبل مجر يرتاح ويروح الألم كله. لأنه بالحقيقة أكو هواية ناس ومعدهم أوسيوارثرايتس لكنه أسيمتماتيك، مو كل أوسيوارثرايتس راح تجي with pain، وهسه هذا اللي راح نشرحه بالسلايد التالي. راح نقول أكو تعبير اللي هو correlation. correlation معناها ندرس علاقة بين شغلتين، correlation between structural changes and symptoms. structural changes معناها التغيرات اللي صايرة بالكارتليج، يعني هذا loss of cartilage، المايكرو fractures، الفراجمنتيشن والسيمتمز. زين احنا شلون نقيس structural changes؟ عن طريق الاكس راي. عن طريق الاكس راي نشوف انه degree of structural change والdegree of pain. شافوا انه there is correlation مثلا بين هذين الشغلتين، بين الاكس راي يعني بين severity of osteoarthritis by اكس راي and degree of pain and disability at hip more than knee. يعني الني ما تخضع لهاي القاعدة، ممكن يجي واحد الني جوينت مالته كلش severely involved بالاكس راي لكنه هو ابدا ما يشتكي من اعراض، وغيره واحد يشتكي من أعراض شديدة لكنه الأشعة مالته تعتبر زينة. ولقوا أكو poor correlation in other joints، يعني بس الهيب يخضع لهذه القاعدة. مثل ما قلت لكم أنه in the knee يعني شافوا أنه الألم دي يصير بسبب reduced muscle power. واحد خايف يستعمل يعني رجله لأنه يعني مثلاً صار pain في وقت معين فهو ما استعملها، كل شيء قلل من الحركة وشادها دائماً، فالنتيجة أنه طبعاً خايف وpsychological stress، فالنتيجة أنه يصير muscle wasting and disability contribute to pain more than radiographic changes. والشيء الثاني اللي لقوه أنه يعني مثلاً ممكن incidentally يكتشفون أنه أكو osteoarthritis by x-ray لكنه المريض أبداً ما يشتكي من أي أعراض. إذن مو كل osteoarthritis هي symptomatic. راح نجي على أنواع من الأوستيوارثرايتس. أكو عندنا نوع يسموه generalized nodal osteoarthritis. مو كل الأوستيوارثرايتس هي nodal، هذا النوع يعني قليل مو كل شوية نشوفه. هذا فيه صفات مميزة. أولاً هو اسمه generalized فهو polyarticular. nodal فإحنا حتى نتذكر أكو الهيبرد نوديوس وأكو البوكارز نوديوس.
interphalangeal joint osteoarthritis. There is marked female predominance. نلقيها بالfemales أكثر شيء. يصير إيديهم مثل السبحة. البيك اونست in the middle age. يبدي بعمر صغير مثل ما قلنا. فالبيك اونست بالميدل ايج. وعادة أكو عندهم strong genetic predisposition أنه تلقي أمها عندها وببيتها عندها خالتها عندها. طبعاً بالبداية أول ما يبدي يمر بمرحلة inflammatory. إيديها توجعها وتأذيها وأكو stiffness وشي. فواحد ممكن حتى يغلط عباله روماتويد أرثرايتس. لكنه بس تطلع النوكيوس كل الألم يروح والفونكشن ترجع طبيعية 100%. فgood functional outcome for the hands خاصة ورا ما تطلع النودز وتتكون. طبعا هي مو بس بالهاند, أكو ممكن other joints can be affected. هذا اللي نسميه nodal osteoarthritis. حتى نتذكر البروكسيمال هي P تشبه الB, أكو ناس تلفظ P B أصلا فيقولون بروكسيمال, فهي البوكرز هي بروكسيمال والهبردين هي ديستال. الني نجي عن knee osteoarthritis. مثل ما قلنا بالنسبة لأي مفصل فإنه osteoarthritis عادة أكثر مكان predisposed هو المكان اللي يتعرض إلى pressure وده يحمل أكثر وزن. بالني عادة هو medial side والpatellofemoral يعني patellofemoral joint هو اللي يشيلون الوزن. ممكن يصير alone or associated with generalized osteoarthritis. مثل ما قلنا generalized osteoarthritis أيضا ممكن associated with other joint arthritis. ممكن يصير bilateral or unilateral حسب بعد. إذا تروما مثلا ممكن unilateral. إذا لا يعني هو واحد مال كبر ومال obesity راح يصير bilateral. Trauma is a common predisposing factor especially in men, خاصة athletes العطوبة شيء يصير ligament injury بعدين يصير أكو improper distribution of weight ينتهي بالموضوع بـ osteoarthritis اللي عادة راح يكون unilateral يعني منو هذا الحظ العاثر اللي عنده bilateral injury بالطابة يعني. Pain in knee OA is usually located anterior or medial aspect of the knee باعتبار أنه هن دني المناطق اللي targeted الباتيلوفيمورال راح يكون anterior والميديال compartment راح يكون medial. وهذا اللي قلنا إذا تذكرون قلنا features of non-inflammatory arthritis راح تكون involve only part of the joint not the entire joint. فهذا أوضح مثال لها هو osteoarthritis اللي هو non-inflammatory arthritis راح يكون involvement إذا مثلاً medial side راح يكون tender medial side, إذا patellofemoral راح يكون anterior side. ممكن طبعاً الـ superior aspect of the tibia أيضاً راح يكون painful لأنه أكو بين insertion of muscles وبي subchondral bone. كهنت للباتيلوفيمورال بين عادة يكون أسوأ بصالة ونزلة الدرج, وهذا ممكن يصير بالشابات حتى مو شرط بالكبار ممكن يصير أكو بس باتيلوفيمورال أوستيوارثرايتس. إذا posterior knee pain is present لازم نشوف أنه أكو عندنا بيكر سيست أو بليتيال سيست اللي هو يعني عبارة عن سيست يكون متحد يعني نفس الكابتي ويا الكابتي مالت الجوينت والسانوفيوم مالت الجوينت. فمن يورم المفصل ممكن يصير بيه فلويد أيضاً ويورم هو ويسوينا السيست. من يشتكون المرضى يشتكون in difficulty in prolonged walking من يمشون مسافة يتأذون, getting up from the chair مثل ما قلنا يصير عندهم gelling phenomena, getting out from the car نفس الشيء هم gelling, bending may be difficult, bending of the joint أو bending of the back إذا هو عدى العفو إذا نحكي على الني bending of the knee راح يكون difficult ما يقدر يثنيها بسهولة. هذه صورة توضح لنا الني osteoarthritis أنه أكو joint space limitation وأكو عندنا بياض بهاي المناطق اللي هي subchondral areas. وهذه اللي يسميها skyline view of patient with patellofemoral osteoarthritis راح نشوف أنه أكو joint space narrowing, وإذا يعني يكون الصورة مأخوذة بدقة ووضوح راح نشوف أكو thickening in the inner surface of the patella. ممكن حتى osteophyte نشوف. الexamination راح نشوف أنه المريض من يفوت علينا أكو عندنا intulgent gait يعني شوية شيء يسموه يجزل أو يعرج من يمشي, asymmetrical gait على the painful side less weight bearing عليها, فهاي هي النتيجة يطلع لنا intulgent gait. ممكن نشوف أكو deformity الفارس هاي اللي إذا شوفوها قدامكم هي فارس deformity. deformity مالت الجوينت تطلق على
الليمب ديستال تو ذا جوينت، ذا ابييرنس اوف ذا ليمب ديستال تو ذا جوينت. فلا تنخدعون بالني انه تقولون احنا نعرف الفيروس مينينج ميديال، مو صحيح. فيروس مينينج ميديال، لكنه احنا هنا نشوف جوينتس ار سبريد ابارت. فبالحقيقه الديفورميتي تطلق على الجوينت او الليمب ديستال تو ذا تو ذا جوينت افكتد. يعني اذا نريد نحكي على الني، اذا نريد نحكي على الني، فالجوينت ديستال اللي هو راح يكون الانكل، والانكل بهذا المريض شلون راح يكون؟ راح يكون شبيه، راح يكون ميديال، واحد متقاربين واحد على الاخر، اذا فهو فيروس ديفورميتي. لكنه الفالجس ديفورميتي بالنسبه للني، هسه هذه ني وهذه ني اخرى، الفالجس ديفورميتي ايش راح يكون؟ النيز ار نوكت نيز، والرجل الرجل راح تكون بهالشكل. فلهذا السبب يسموه فالجس، لانه الديستال جوينت راح لاترال فالجس. فاذا لا تنخدعون بالتعبير. اوكي، نجي على النوع الاخر من الـ من الاو اي، عفوا ما كملنا هذا. مثل ما قلنا راح نفحصه، راح نشوف اكو هاي لوك كملنا الجيت مالته والديفورميتي والمسل وايستنج. حتى هذا الرجال اذا تشوفون الكوادريسيبس فيها وايستنج، راح نشوف بعدين فيل، راح نحس تندرنس، راح نشوف اكو جوينت لاين تندرنس، بري ارتكولار تندرنس، بس عاده لوكالايز مو كل الاماكن. سكندري انسرين برسايتس، يصير اكو هاي برسه تصير بالميديال اسبكت شويه انفيرير للني. سكندري تو انسرين برسايتس اند ميديال ليجمنت انتيسوباثي، يعني انفلاميشن بالتندن راح يصير، كوزينج تندرنس اوف ذا ابر ميديال تيبيا، ويستنج اوف ذا كوادريسبس، ريستريكتد موفمنت وذ كورسيك ريبيتس، نفس الحكي اللي ذكرناه. اذر جوينت اللي قلنا به كمان الاو اي هو الهيب. عادةً الـ hip OA ممكن يكون في يصير بمكانين، يعني مكانين داخل المفصل، قد يكون بال superior aspect أو medial. الـ superior هو most common، عادةً طبعاً unilateral، ممكن يكون bilateral، بس راح نشوف من هم اللي يصير عندهم bilateral. الـ superior aspect لأنه هو الـ weight bearing أكثر شيء، يعني هذا الوزن هنا، فالسوبيريور أسبكت هو اللي شايل الوزن هنا بيصير، فهذا عادة هو ويت بيرينج أكثر شيء، فيصير بي أوستيوارثرايتس. هذا طبعا ما يبي كومبليكيتد باي سوبيريور فيمورال مايجريشن، هسه راح نشوف صور أنه الفيمورال هذا ياكل 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 بهذا المفصل، نتيجة شيء يصير؟ النتيجة أنه شوي شوي هذا راح يصغر هذا العظم منه، وشوية شوية المفصل يقوم يتحرك ينتقل للأعلى. النوع الثاني اللي هو medial قلنا، أكو يصير بي central central hip osteoarthritis اللي هو seen in women، وهذا عادة يكون bilateral. طبعا هو مو أكثر كمان من هذاك النوع، لكنه يرى بالfemales أكثر. Can be associated any type can be associated with generalized osteoarthritis. الميديال تايب كاريز although bilateral، لكنه كاريز better prognosis than a superior aspect لما يصير، لأنه ذاك يصير بي superior femoral migration. هذه صورة توضح لنا أنه أكو الهم، أكو joint space narrowing، أكو osteophytes، وأكو sclerosis. هذه الصورة توضح لنا أكو مثلا الصورة الأولى هاي A، شكو عندنا؟ أكو عندنا حجية عمرها 65 سنة، عندها long standing osteoarthritis، فهذه صار عندها superior migration، هذا اللي قلت لكم عليه، أنه يصير عندهم شوية شوية ويا الوقت المفصل يقوم يضغط على الأسيتابيولام ويصعد لي فوق، يصعد هنا، يعني بدل ما يكون مكان المفروض هنا هو يسوي pressure ويحفر بالأسيتابيولام، ويؤدي طبعا إلى مشاكل من ضمنها shortening of the limb. زين، هذا بي اللي هو medial،
تشوفون هذا الجوينت سبيس اكو هنا شويه جوينت سبيس هنا، هذا ميديال كلش طاب لهنا المفصل. وهذا النوع complicated by مرات يسموه بروتروجيو اسيتابيولي اللي هو انه يعني كل المفصل يصير طاب داخل الاسيتابيولم. clinical features يصير اكو pain وfunctional مثل ما قلنا. البين وين يصير بالهيب؟ يصير عادة in the anterior region of the groin، عادة يم الفيمورال بولس. ممكن يضرب للظهر، يضرب للأذر أريا، للني حتى يمكن يوصل. أو لهذا السبب بالني pain لازم دائما نفحص الهيب لأنه ممكن يكون referred pain، وإذا knee pain هم لازم نفحص الظهر ممكن يكون referred من الظهر. فإذا القاعدة الذهبية ما ننساها، كل مفصل نفحص joint above and joint below حتى لا يعني نشخص فشي غلط. إذا المريض عنده lateral hip pain ومن ينام عليه يزيد، فهذا نشك أنه عنده associated trochanteric bursitis. مثل ما قلنا أكو pain وأكو restriction of function. وبالfemales الfunction مات الhip abduction during intercourse ممكن تكون limited. من نفحصهم أيضا راح يجون عندهم antalgic gait، همين يعرجون، همين راح نشوف عندهم wasting of muscle. من نفحصهم نفس الفكرة restriction of movement. هنا أكو فد specific sign اللي يصير كلش sensitive و early اللي راح يصير أكو restriction of hip and internal rotation. الinternal rotation مات الهيب راح يكون أكو بي restriction طبعا when the hip flexed، يعني يسوي flexion بالهيب، و internal rotation راح يكون restriction بهاي movement كلش early. هذا يساعدنا نفرق عن مثلا الافاسكولار necrosis اللي يكون مثلا كل الموفمنت أو الاوتر outer rotation يكون limited أكثر من الانترنال. internal تمشي ويا osteoarthritis. بعدين من يتطور راح يكون كل الموفمنتس بيها limitation. ومثل ما قلنا groin tenderness ممكن يصير عندهم بعدين fixed flexion deformity، external rotation deformity of the hip، ipsilateral leg shortening مثل ما قلنا إذا صار أكو superior femoral migration. وإذا فحصناه بالفحص إحنا نلاحظ أنه إذا obese راح هذا correlate with rapid progression of problem. الspine OA راح نأخذ عندها نقطة سيطة لأنه شارحيها بالback pain. ممكن تصير cervical and lumbar region. شو نسميها؟ نسميها spondylosis. بالظهر نسميها spondylosis. It occurs alone or with generalized OA. راح يصير أكو pain with activity relieved by rest. The straight leg rising test يكون positive. The femoral stretch test also positive. When neurological signs may be present. هاي أشعة شوفنا the degenerative changes of the spine. إذا تشوفون أكو narrowing of the disc space وأكو شنو أكو هذا اللي الأوسيوفايت طالعة من قدام. قلنا أنه الـ osteoarthritis disease of elderly، لكن ممكن يصير أكو early onset osteoarthritis. شنو أسبابه؟ قد يكون monoarticular بسبب trauma، localized instability راح يكون بس بمفصل واحد، أو ممكن يكون polyarticular وين يصير مثلا بالinflammatory arthritis بالأطفال، juvenile idiopathic arthritis. إذا ما لحقنا عليه نعالجه من وقت راح ينتهي بالموضوع بـ osteoarthritis. Metabolic or endocrine disease مثلا hemochromatosis or chronosis acromegaly راح يصير عندهم early onset osteoarthritis. Spondylo epiphyseal dysplasia مثل ما حكينا عليها. Avascular necrosis نهايته راح ينتهي بosteoarthritis لانه راح يروح الجوينت سبيس. Neuropathic joint ايضا abnormal distribution of weight. Caucasian back disease اللي هو مرض يصير بال certain Asian population يصير ب early childhood onset osteoarthritis. ما عندنا هالقيد investigation بال osteoarthritis. X-ray هي فقط X-ray راح تشوفنا ال weight bearing position طبعا، و other type of imaging ممكن حتى بالرنين أو بالCT ممكن نستفيد. عادة بقية الفحوصات طبيعية شو وقت نحتاجها إذا early onset أو شاكين secondary osteoarthritis راح نحتاج. حتى لو سوينا لقينا effusion وسحبنا راح نلقي أنه cell count is low. بس مثل ما قلنا إذا typical OA إذا early onset لازم ندس تحاليل حتى نشوف شنو السبب. شلون نعالج الأوستيوارثرايتس؟ الرقم واحد الإدوكيشن كلش مهم، تعاون المريض ويانا. هذا المرض راح يطول وياه طول عمره،
لازم نفهمه على هذا الشيء، مو فد شيء والله ياخذ العلاج ويطيب، ما راح يطيب. وكلش مهم انه يعرف انه هذا موجود وياه، مثل الشيب، يقولوا له مثل الشيب اللي بشعرك، يعني ممكن تغطي بالصبغ لكنه ايفنتشوالي راح يطلع اول وتالي الشيب، فانت وياه وياه لازم تداري نفسك. نفهمهم على لايف ستايل ادفايس، ويت لوس اذا اوبيس، اكسرسايز معينه حتى صل pacing of activity، معناها انه لا يبقى فتره طويله قاعد ولا يبقى فتره طويله واقف، يكسر يناتها. واكو عندنا نون فارماكولوجيكال ابروتشز اللي ممكن هي ثيرابي، كولد ثيرابي، اكويبانكتشر اند ترانس الكتريكال نيرف ستيميليشن اللي هي تايبس مال فيزيوثيرابي. واكو عندنا دراج، الدراج ثيرابي هي فور ذا بين. اول ما يبدون اول ستيب يعطون توبيكال نسيتس اند كابساسين. هذا الكابساسين مستخلص مال الفلفل، نوع من انواع يعني الفلفل، عاده يستخدم يعني هذا يقلل الالم عن طريق واحده من طرق ميكانيزم اوف اكشن مالته، وعن طريق الجيت ثيوري، انه راح يسوي الم بالجلد، وهذا الالم راح يلهي المريض عن الاحساس بالالم بالمفصل. اكو شيء نظريه، بس طبعا اكو عنده غير ميكانيزم اوف اكشن. هو نفهم المريض انه شلون يحط الدهن. طبعا الدهونات فذني اغلب مرضانا يستعملوها غلط، هي المفروض مو فرك تنحط باتجاه واحد وها هي تنترك. وطبعا تاخذ فتره نفهمهم انه هي مو ماجيك، هو ياخذ فتره على مود يشتغل، يراد له في اسبوعين يلا يبين تاثيره. اذا ما استجاب الهذني المجرس راح نتحول الى اورال تريتمنت، ممكن نون ستيرويدال اللي يتحملها المريض، ممكن باراسيتول كومبايند وذ تريتمنت، ممكن حتى نوصل سترونج اوبييتس، وممكن حتى نستعمل اذا كرونيك بين ودي يصير عنده مثلا ويا مثلا انزايتي ديبرشن وتبر، ممكن نستعيض ب حتى سايكوتيك ميديكيشن او العفو يعني ميديكيشن يوزد فور ديبرشن مثلا اميتريبتيلين، جاباپنتين، بريجابالين، نعتبره كنيوروباثيك بين. اكو عندنا انتر ارتيكولار انجكشنز اللي هي انواع، ممكن يكون ستيرويد بيها او ممكن يكون هايلورونيك اسيد. الستيرويد طبعا راح تسوي لنا سيمتوماتيك ريليف اوف بين، بس شورت ديوريشن اوف اكشن، ما راح تطول يعني ممكن 6 اسابيع يطول الايفكت مالتها. كان بي ريبيتد اب تو 3 تايمز بير يير، يعني كل 4 اشهر يجي ياخذ له ابره. الهايلورونيك اسيد اكو بي انواع ما راح ندخل بتفاصيله، ممكن يفيد لكنه يعني همنا ايضا شورت اكتنج ايفكت. هواية نسمع يروجون للأدوية مال بناء الغضروف، وبناء الغضروف وأخذ اسمها غلط طبعاً، إنها لا تبني الغضروف، هي تحتوي على كوندروتين سلفيت عند جلوكوزامين سلفيت اللي هي مركبات تدخل في بناء الغضروف، لكنه إحنا نعرف الغضروف فتشي داخل المفصل أصلاً، وأنه هو ما عنده بلد سبلاي طبعاً، يعني وهذه الأمور هي تنأخذ كبسولات تنأخذ عن طريق المعدة، عن طريق يعني oral route. فأني بضع أعطي injection ممكن أنه يشتغل يعني لفترة مؤقتة داخل المفصل، لكنه شون أنه هذه ما تتكسر بالمعدة ولا يصير بها ولا هاي البروتينات